اليوم كانت جزء من الحراك الشعبي والاحتجاجات الشعبية اللي تعم عموم العراق إسنادا للمظاهرات اللي في بغداد في ساحة التحرير. نريد نوصل صوت واحد للمنظومة السياسية ككل، مو بس الحكومة، إنه هم الطبقة ككل هي مرفوضة، النظام الحاكم ككل مرفوض، مو إصلاحات ترقيعية وحزمة إصلاحات شكلية هنا وحزمة إصلاحات شكلية هنا، نقول لهم هاي الأشياء مرفوضة جملة وتفصيلا. احنا عندنا اعتراضات كثيرة على الدستور، على النظام السياسي اللي حاكم بالعراق، على عموم الطبقة السياسية الحاكمة. فيكون في معلوم الحكومة، في معلوم النظام السياسي ككل، انه اجراءاتهم هاي اللي جاي تتبعوها اجراءات تعسفية ضد المتظاهرين، الاجراءات الترقيعية اللي يصورون للشعب انه هاي اصلاحات حقيقية، انه هاي بعد ما تنطلي على الشعب. احنا كطبقة واعية مثقفة نقول انه هذه الاصلاحات كاذبة، لا تفي بالغرض، لا تسمن ولا تغني عن جوع. اليوم تظاهرة موحدة لنقابة أطباء المثنى ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة، كذلك نقابات البقية المهن الصحية والتمريضية، في تظاهرة موحدة لإيصال رسالة واضحة باستمرارية هذا الحراك. وبما أن الأطباء ما يستطيعون يعملون إضراب لأن يضر بالمصلحة العامة، فمطالب الشعب هي مساندة لمطالب الشارع ومطالب الشعب. القضاء على الأحزاب حقيقة اللي هي أصبحت السبب الرئيسي لخراب البلد. فهذه التظاهرة هي رسالة قوية وواضحة بمساندة الشارع المتظاهر وخصوصا من ساحة التحرير، ولن يهدأ هذا الشارع. ومثل ما جنابك سمعت أنه الجمعة القادمة كذلك توجد تظاهرة موحدة لهذه النقابات خصوصا مقدمتهم الأطباء، واحنا بالنسبه لنا يعني جميعا انا شفت زملائي كلهم اطباء الاختصاص، اني احنا واحد منهم، كذلك الاطباء البقيه بكل المستويات، نحن مساندين لحراك الشارع، ونقدم من هذا منبركم الكريم تحيه لكل الثائرين في ساحه التحرير، وان شاء الله نتمنى انه يحفظ العراق واهل العراق. اليوم الصحة بأجمعها مظاهرة حاشدة جماهيرية تعبر عن المعاناة الوطن، وتريد تغيير نحو واقع جديد وحكومة جديدة.
هذا الوضع الحالي ما يعجب ولا يقبل به أي شخص، سواء كان من المتصدين من أعلى مستويات. تغيير كافة الكابينة الموجودة حاليا وحكومة جديدة وانتخابات مبكرة وتغيير الواقع المرير الحالي بواقع جديد، ونطالب أيضا بتغيير كافة المتصدين الحالين من رئيس الوزراء إلى أصغر شخص في الدولة. نريد حكومة جديدة منتخبة، واليوم راح تثبت المهن الصحية والتمريضية والأطباء الأسنان مشكورين، والصيادلة غلقوا العيادات وغلقوا الصيدليات وغلقوا الأعمال، وحتى الأطباء الاختصاص أخويا راح يحضرون اليوم. اليوم مطالباتنا واحدة للعراق فقط، ومن أجل الثوار الموجودين ومن أجل حقوق الثوار الموجودين في ساحة التحرير. اليوم عصر اليوم تغلق كافة الصيدليات، ومشكورين الصيادلة ومشكورين أطباء الأسنان، ونشكر كافة الأخوان الذين لبوا الدعوة وأغلقوا عياداتهم وأغلقوا صيدلياتهم من أجل العراق ومن أجل الثوار الموجودين ومطالب الثوار في ساحة التحرير. تستمر الملاكات الطبية والصحية والتمريضية تضامنا مع أبناء الشعب العراقي من أجل الحقوق والمطالب التي نادى بها أبناء هذا الشعب المظلوم من أجل إحقاق الحق وإرجاعه كوطن يحفظ كرامة وتلبية مطالب حقوق هذا أبناء الشعب. مستمرين لازلنا في ساحات الميدان وساحات التظاهر وساحات الاعتصام. نحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، جزء لا يتجزأ من مطالب هذا الشعب. كنا ولازلنا مستمرين بالتضامن والتظاهر ودعم مظاهرات أبناء الشعب من أجل إحقاق الحق ومن أجل الوطن. والله 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 فضحتونا والله والله والله.
والله فضحتوني سنين وفكتر هالبلد ضيعتو حقه وبراسك تضيع شرب حطيت طلقه والشعب قاتل من هذا اليوم اليوم طبعا خرجنا للتظاهر واحنا شريحه المهندسين. هذه الشريحه طبعا احنا الان خارجين عن اي مطالب خاصه مع الظلم الذي لحق بهذه الشريحه، لكن مطالبنا اعم وتشمل جميع الشعب العراقي. طبعا مطالبتنا وهي واضحه جدا، مطالبتنا بقانون واضح للانتخابات ينصف ويساعد على ترشح ناس مستقلة وبعيدا عن الكتل التي صار لها أكثر من 16 سنة وهي جاثمة على صدر الشعب العراقي، وهذا يتم عن طريق مفوضية مستقلة جديدة، مفوضية بمعنى الكلمة مستقلة وليس مرشحة من قبل الأحزاب وأعضاها من قبل الأحزاب، وكذلك قانون انتخابات الذي هو منصف هذا لا يكون إلا عن طريق تعطيل عمل بالدستور، تعطيل عمل وانتخاب حكومة مستقلة وهي التي تتبنى إنشاء قانون الانتخابات وليس حكومة نفسها تعيد قانون انتخابات وما يؤدي إلى إنتاج نفس القوانين التي تتداول هذه الأيام والتي لا تمثل مطالب الشعب بصورة عامة وشرائح هذا الشعب من ضمنها المهندسين. ومظاهراتنا واعتصاماتنا في محافظة السماوة هي ليست إلا أسناد محافظة بغداد لأن هي الأصل هناك. أما بخصوص عندنا طبعا مشكلة ثانية القانون الانتخابات، أرجو من كل الطبقة المثقفة والواعية والإعلام يسلط الضوء على قانون الانتخابات الجديد، وهو قانون شرح مبسط 50% لأعلى أصوات واحتمال بها من القائمات و 50% تخدم الأصوات تخدم القوائم. بين قوسين الأحزاب باقية رغم تغيير هذا القانون، الأحزاب باقية معناتها تسلط الكتل ورؤساء الكتل موجودين، معناتها الفساد باقي، القضاء ما يحاسب معناتها إلا دليل ولا شيء. ما أريد أنطوخ بس القانون ما الانتخابات يجب أن يتغير، ماكو إحنا نريد نخلص من الأحزاب، ما نخلص من الأحزاب هذا القانون رغم تغييره إلا أنه ما وصل للهدف المنشود. اليوم خرجنا كنقابات واتحادات من أجل التأكيد على مطالب المتظاهرين وعدم تسويف هذه المطالب، وكذلك التصريع بقانون الانتخابات وأقالة الحكومة، وبعكسه ستستمر المظاهرات وسيستمر تعطيل الدولة. لذلك نطلب من الشعب الوقوف والتكاتف بوجه هؤلاء لكي نصحح العملية السياسية ولكي يكون الشعب متساوي في كل شيء ونقضي على الطائفية وكذلك الحزبية.
درجت هذا اليوم الكوادر الصحية والطبية والصيدلانية في محافظة المثنى ومستمرة باعتصاماتها وتظاهراتها ومساندتها كافة المطالب المشروعة والحقة بخصوص وطن أفضل، بخصوص بلد أفضل، بخصوص طبقة سياسية حاكمة أفضل من هؤلاء الحالية الموجودين. هذه التظاهرات، هذه الاعتصامات، هذه الكوادر الصحية الخارجة هذا اليوم إنما تمثل جزء من هذا المجتمع، مجتمع محافظتنا، خرجت لتعكس كذلك صورة مشرقة عن المتظاهرين الموجودين على أنهم ليسوا مجرد حارقين وليسوا مجرد شباب عاطلين. كل الموجودين هذا اليوم هنا هم من الطبقات ذات الوظيفة لو صح التعبير فيها، كذلك من الطبقات التي تعتبر نسبيا من الناحية الاقتصادية من الطبقات ذات المستوى المادي العالي. خرجنا هذا اليوم لأننا نعلم أن الوطن بحاجة لنا، لأننا نعلم أن هذا البلد بحاجة لنا، لأننا نعلم أن هؤلاء المتظاهرون هم حملة رسالة، هم حملة لغة لا يفهمها هؤلاء السياسيين. خرجت اليوم مسيرة منتسبي الصحة في دار صحة المثنى بشكل عام من نقابة أطباء وصيادلة ومهن صحية وتمريضية. إن هذه المسيرة هي ليس الأولى ولن تكون الأخيرة. الهدف منها هو ديمومة زخم المظاهرات والاعتصامات في محافظة المثنى والعراق بشكل عام. إن المطالب التي أكدها وكفلها الدستور مطالب حقه، وقد أكدتها دماء الشهداء التي سقطت والجرحى. حالتنا اليوم نحن كوادر الطبية والصحية والتمريضية ساندت المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير. مطالبنا واضحة والكل يعرفها، نفس المطالب اللي قاعد يطالبون بها جماعتنا في ساحة التحرير. مطالبتنا القصاص من الذين أهدروا دماء شهدائنا في ساحة التحرير وتنفيذ مطالب المعتصمين كافة. خرجت اليوم جميع الأطباء وبكافة عناوينهم الوظيفية بالإضافة إلى نقابات المهن الصحية والنقابات الأخرى كجزء من الحراك الشعبي المطالبة بالحقوق المسلوبة من الشعب المظلوم وإسناد لكل الجماهير المتظاهرة وإحقاقا للحق. وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها مجموع النقابات في محافظة المثنى على هذا الموضوع، حيث أننا ومنذ اليوم الأول خرجنا وبمجاميع إلى ساحات الاعتصام وإلى المظاهرات وقدمنا كل الإسناد والدعم اللوجستي لهذه الساحات لغرض إسنادها وتحقيق المطالب، وباقون إن شاء الله على هذا النسق إلى حين تحقيق المطالب وعودة الشعب إلى داره منتصراً.
شباب عاد ايديكم اتحرك بارك الله لا جل في علاه أن يأخذ بأيدينا لدرس سفينة عراقنا الجريح إلى بر الأمن والأمان. طبعا تظاهراتنا إحنا تظاهرة سلمية من بداية الأمر، إحنا هاينا كشيوخ عشائر الغير ناعقين للحكومة، هاينا أكثر من 4 سنوات إحنا هاي الحكومة ما نريدها. هاي الحكومة منين ما أجت ترجع هي وأحزابها، غير هذا الكلام ما عندنا. فهو اللي يريدون يحفظون، بس منين هم ما يوجوهم، منين هم حتى نقول يحفظون ما يوجوهم، هم ما يوجوه ما عندهم، هم نهبوا خيرات العراق وعساها بحظهم وبختهم. أول شيء طلباتنا الكشف عن هوية المتورطين بقتل المتظاهرين وحالتهم إلى القضاء. حزم الإصلاحات التي تطلقها الحكومة بين الحين والآخر لا تفي بالغرض ولم تكن هي مطلبنا كمتظاهرين. نحن كمتظاهرين نريد إصلاحات جذرية، مثلا تحديد مقاعد البرلمان وإعطاء الشعب نسبة 60% مقاعد البرلمان، أقصد المقاعد الفردية يعني، إلغاء الامتيازات بصورة حقيقية وضمنها امتيازات رفحة، تعيين خبراء دوليين لكتابة الدستور بإشراف الأمم المتحدة ومن لهم الخبرة من المثقفين العراقيين، وعدم دخول أعضاء مجلس النواب وكل الساسة بالإصلاحات. وثيقة الجذرية لا تمثلنا ولا نقبلها، وشكرا.
Come on!